الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى سعيد جدا بلقائكم اليوم. أقدم الشكر الجزيل للسيد الوالي على صندوق ينظم الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية خنشلة يوم دراسي، وذلك تحت إشراف السيد والي الولاية، وذلك وكان موضوعه استخدام الخدمات الرقمية المطورة للصندوق من طرف الإدارات ومؤسسات العمومية، حيث يهدف هذا اليوم الدراسي إلى عرض كل الخدمات والمنصات المتوفرة في الباقة الرقمية المطورة للصندوق، مع التركيز على الخدمات الرقمية الموجهة لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية. ومن بين هذه الخدمات خدمة استصدار شهادة الدخل عن بعد، وخدمة التعرف على ملامح الوجه عرفايس، ومتابعة الملفات عن بعد، ومنصة الحساب الفردي للأجير، والمساعدة الاجتماعية عن بعد، وكذا خدمة إدراج وتتبع الشكاوي، وحساب منحة أو معاش التقاعد، وكذلك منصة معرفة قيمة الزيادات السنوية للمتقاعدين. كنت نعاني من البواسر، ما نمشي ما نقعد. بعد ما استعملت إيمو براو اللي يناسب المرأة الحامل، صبت راحتي وطمنت على صحة البيبي ديالي. ما كاين نزيف، ما كاين ألم. إيمو براو جان براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.